على الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين وعترتك المنتجبين يا باب الرحمة ونجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي يا سيد الشهداء، فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء، اخصري عن ملامتي وعتابي، ليس تدرين يا أمين بما بي لو تذوقين ما أذوق من الوجد لما لمتي، فاشربي من شرابي ثم ما شئت فاعذري أو فلومي، واقرعي بالعتاب والعدل بامي، ولم تنظري براس اشتعال الشيب مثل المصباح أو كالشهاب. يا أمين بيضت من الحزن عيني، فارفقي بي وراقبي في شبابي، أو فكف الملام عني فني لا أخو زفرة وحلف اكتئابي. إن رزي بالصبت رزق عظيم، ومصاب مر المذاق كصابي، ويل في ناقع من السم دافته إلي ضغائن أحزابي، فقبى بعد قذف أحشاء في الطست شهيدا تنعاه آي الكتاب، والحسين الشهيد مما دهاه من مصاب أذاب، ثم الصلاب شق جيب الفؤاد، والصبر حزنا وحثى فوق رأسه بالتراب. حسين نادى ولزم ظهر بالأيادي، معذور وحسين نادى ولزم ظهره بالأيادي، مسند الحضيد بصدره وينادي. وش يقول وش يقول؟ مسند الحضيد بصدره وينادي، ظهري كسرته يا عضيد ويا سنادي. اي والله مصيبة ما جرت في مثل هاليوم. قال له أخو الحسن إلزم على كبدي، خلي النوح الحين إلزم على كبدي يا أخوي حسين بيدك، سكت لي النسوان عن هم يزيدك. الله ولا حد هاليوم بتفارق عضيدك، شبدي تراه تقطعت من حر الاسمو أولي أولي
نور عين الحسين بوصيك انا بولادي انا مسافر رايح بوصيك بولادي عن التشتيت لامهم انت ابوهم يا خليصي وانت عمهم ولو فارقت روحي عسى الله يدومك الهام والعم بولاد الاخو يا حسين ملزم فجع اخوه الحسين الكب علي ودعه وش يقول له سلم على الزهراء يا ابو محمد وجدك وخبر ابوك المرتضى بتقطيع جبد اياك يا ليتني في دواه وضمن اليوم لحدك شوف الحريم تنوح زينب ام كلثوم ويلي 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 وحطوا يا زهرة اليوم في بيتك عزية يا حبيبها توياهم في عزيتهم إن شاء الله وفي تعازيهم حطوا يا زهرة اليوم في بيتك عزية بالدار ناصبها غريب الغاء انت يا زهرة بالصفايح مختفية هي ليتك نظرتين عالج حر الاسمو ولكن الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون عن أبي سعيد عقيصة يقول أنا قلت للإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام بعد الهدنة والصلح الذي جرى بينه وبين الطاغية زمانه معاوية بن أبي سفيان وحدث ما حدث لأصحاب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام من ذلك الصلح الذي الكثير منهم كان يعني في بداية الأمر يعني مو نفس راضي بهذا ولكن كما قال لهم الحسين سلام الله علينا الإمام الذي يجب علينا طاعته وهو أعلم من في الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام ومو شيء يصير على هوى النفوس كل واحد يريد يسير القيادة الإلهية حسب ما يرى هو هو القيادة الإلهية هي اللي تسيره ويمشي تبعها لو هو يسير القيادة الإلهية لاحظ وتأمل أنت شوف على كل حال شوف يقول سعيد عقيصة يقول أنا قلت للإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام قلت له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله لما هادنت معاوية وصالحته وأنت تعلم أن الحق لك دونه وأن معاوية ضال باغي يعني كان ما يقول إحنا نريد يعني نستسيغ هذا الأمر تقبل نفوسنا ايش قال له الإمام الحسن سلام الله عليه تعال شوف كلام إلى إمام الحق قال يا أبا سعيد أولست حجة الله تعالى على خلقه قلت بلى ليس عندنا في ذلك شك ولا ارتياب أولست الإمام بعد أبي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قلت بلى ثم قال أولست الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي ولأخي الحسن والحسين
إمامان. هذا قول النبي الصادق المصدق، ها، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. فأنا إذن إمام إذا قمت، وأنا إذن إمام إذا قعدت. يعني إذا حاربت أكون عندكم إمام، وإذا صالحت وهادنت ما أنا إمام. شنو مشكلتكم؟ هاي المشكلة الكبرى. دائما يريدون الناس هم فوق القيادة الإلهية. هاي مصيبة عمر بن الخطاب يوم صلح الحديبية وأتباعه، وهذا الذي حدث يوم النبي صلى الله عليه وآله قبل الهدنة والصلح مع أبي سفيان بعد تلك الحروب الدامية في بدر وفي أحد وإزهاق مئات الأرواح، ها، وتيتم الكثير وترمل الكثير من النساء. شلون يصالح أبا سفيان ويقبل النبي صلى الله عليه وآله الهدنة هاي مع أبي سفيان ومع مشركي قريش؟ من أول من اعترض هذا وإجا إلى النبي صلى الله عليه وآله وكلمه بكلام خشن وقال للنبي صلى الله عليه وآله كما يذكر علماء تاريخ الواقدي وغير الواقدي من علماء العامة، بعد مو من مؤرخين إحنا، لا، من علماء العامة الواقدي وغير الواقدي يذكرون هذا الشيء ومجابهة من الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية واعتراضه، ها، وكان هو يقول كما ينقلون عنه: ما شككت مد أسلمت وارتبت إلا يوم الحديبية. هم ينقلون عنه هالشكل. حتى قال له أبو عبيدة بن الجراح صاحبه، قال له: يا عمر، ألا تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما يقول؟ تعوذ بالله من الشيطان واتهم رأيك. ومع ذلك هو إجا إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال للنبي صلى الله عليه وآله، قال: ألست رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله: بلى، أنا رسول الله. قال: أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله: بلى. قال: إذن فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني يريد النبي يتصرف صلى الله عليه وآله برأي ابن الخطاب وآراء أمثاله، آراء القاصرة، آراء قاصرة، آراء فاسدة. فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله، قال: يا عمر، أنا رسول الله ولا أعصيه سبحانه وتعالى، وأطيعه في كل ما أمرني جل وعلا، وهو ناصري. هذا قال له، هذا أمر إلهي. ثم قال ابن الخطاب: أنت ما كنت تحدثنا، أنت ما حدثنا وأخبرتنا أننا سنأتي البيت الحرام ونطوف به؟ وين الآن؟ أنت سويت صلح بيننا وبينهم 10 سنوات، وين هذا الكلام؟ سويت صلح بيننا وبينهم 10 سنوات، الناس تأمن فيها وتوضع الحرب وكذا وإلى آخره، والشروط اللي اشترطتها قريش على النبي صلى الله عليه وسلم هي شروط صعبة. نعم، وظن قاصرين العقل ظنوا أن هذه الشروط في مصلحة قريش، لا، شروط أكثر في مصلحة الإسلام والنبي صلى الله عليه. لكن قاصر العقل والجاهل والسذاج والبسطاء، ها، ما يعرفون السياسة الإلهية والأمور الذي هي من قبل القيادة الإلهية. شلون أنت تعترضها؟ شلون أنت بالله عليك قاصر العقل وما تعرف شيء تعترض أمر القيادة؟ شو بالله عليك؟ لاحظوا، تأمل، أي مشكلة الأمة؟ ما مشكلة الناس؟ ما جوا لأمير المؤمنين قالوا للتوب من خطيئاتك الخوارج؟
واخرج بنا الى معاويه نجاهده. لاحظوا تامل، شوف هاي الفئات اللي تخرج عن الحق، وماذا بعد الحق؟ شنو الا الضلال. لاحظوا تامل على كل حال. شوف أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي أنا أخبرتك هذا العام، أنا حددت لك يعني أن احنا نأتي البيت ونطوف بهذا العام، حددت لك، قلت لك هذا العام. قال لا ما حددت. قال له النبي بس ستأتي وتطوف بالبيت الحرام. لاحظت أمل. وبعدين عرف حكمة صلح النبي صلى الله عليه وآله وترك الهدنة الذي هي بينه وبين المشركين. بعدين عرفوا نتائج شيء، وإذا هي رأي النبي صلى الله عليه وآله عين الصواب والحكمة. لاحظوا تأمل، وأنه بعد ذلك الصلح، صلح الحديبية، دخل في الإسلام بفضل ذلك الصلح، بفضل تلك الهدنة، دخل في الإسلام أكثر مما دخل من بداية الدعوة إلى السنة السادسة من الهجرة. شوف لاحظ، وأنه لم يكن فاتح للإسلام كفتح الحديبية. شوف كثر دخلوا في الإسلام، لأن النبي من جملة الشروط قال يكون المجال مفتوح، اللي يريد يدخل في الإسلام ويدخل في حزب النبي صلى الله عليه وآله ليس لقريش حق أن تمنعهم، فيما كانت تمنع القبائل وتقاتلهم وتعذبهم، وأنه من أراد أن يدخل في حزب قريش يدخل في حزب قريش، ها ليس للمسلمين أن يمنعوا، يخلي الباب مفتوح ليس لقريش. هاي من جملة الشروط. لاحظوا تأمل اشترط النبي صلى الله عليه وآله، ها فدخلت خزاعة بأكملها في حزب رسول الله صلى الله عليه وآله، ها وهكذا. وبعدين لمسوا نتائج الصلح وذاك وتلك الهدنة اللي أجراها النبي صلى الله عليه وآله. شوف لاحظوا تأمل، وهي حدث للإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. شوف لاحظوا تأمل وقارن بين صلح الحديبية وصلح الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا قال له الإمام الحسن، قال له سعيد أقيصة، قال له فأنا إذن إمام إذا قمت، عربي تجاهل، وأنا إذن إمام إذا قعدت. ثم ايش قال له الإمام سلام الله عليه؟ قال له علة مصالحتي مع معاوية، علة مصالحة رسول الله صلى الله عليه وآله مع بني أشجع وأهل مكة وبني ضمرة، أولئك كفار بالتنزيل. قالوا أنت من تنبي ولا ينزل عليك شيء، وإحنا أولئك كفار بالتنزيل، ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي كلمة حاسمة، قال إذا كنت إمام من قبل الله، منصوب من قبل الله ومختار من قبل الله لهذا المنصب، الله اختارني، الله اصطفاني، قائد الأمة بعد أبي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، إذا كنت إمام من قبل الله لم يجب أن يسفه رأيي فيما أتيته من محاربة أو مهادنة. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام، ألا ترى الخضر عليه السلام حين خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار سخط موسى عليه السلام فعله، ما تحمل لخفاء وجه الحكم على موسى، حتى أخبره الخضر بوجه الحكمة فرضي موسى عليه الصلاة والسلام. هكذا أنتم سخطتم علي بجهلكم وجه الحكمة فيما أتيت ولولا ما أتيت. وهي النتيجة اللي أوضحها الإمام سلام الله عليه.
ولولا ما أتيت يعني من الهدنة، ولولا ما أتيت لما ترك على وجه الأرض أحد من شيعتنا إلا قتل. لأن كانت الأمور أكثرها في صالح معاوية، وتعرف أنت الناس مع الدنيا ومع المال ومع الحطام ومع الملوك ومع مع ومع، وذاك اللي يريد الآخرة قليل قليل. لاحظ تأمل. وكانت نعم أكثر الأمصار، ولهذا اللي استطاع معاوية أن يستميلهم كانت كل الدنيا. لاحظ تأمل شوف. وكان الإمام الحسن سلام الله عليه يعرف أهداف معاوية ويعرف غايات معاوية، ذول اللي هم حاربوا الإسلام من بداية قيام النبي صلى الله عليه، من حارب النبي وحارب الإسلام من بداية مو أبو سفيان وبنو أمية وحزبوا الأحزاب وجمعوا الأموال واشتركوا مع اليهود ومع على 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 شنو؟ مو على على إخماد الإسلام وعلى أن لا يقوم هذا الإسلام، ونفسه هي معاوية على ما هو عليه من النهج، وقد صرح بهذا. هو معاوية صرح بهذا في خطبته في الكوفة. إمام عرف يريد معاوية يستأصل الإسلام من جذوره. وصرح في هناك بالكوفة لما دخل بعد الصلح والهدنة وخطب تلك الخطبة تتناقلها الرواة، حيث قال: أيها الناس، إنه ما اختلف أمر أمة بعد نبيها إلا وظهر أهل باطلها على حقها، على أهل حقها، ثم ندم على ما قال واستدرك، فقال: إلا هذه الأمة فإنها الأمة المرحومة. ها، ثم قال: أنا والله ما قاتلتكم لتصلوا، أنا مو هاي أهدافي، أنا أريد القضاء على هالدين، والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، وإنكم لتعملون ذلك، ولكن أريد أنا غاية شنو من هالقتال وهالحرب؟ ها، أريد أن أتأمر على يصير الأمر بيدي، أنا أريد سلطان الدنيا، أريد ها لأتأمر عليكم فقط، هذا هو هدفي وهذا هو وهذه غايتي. لاحظوا تأمل شوف. ها، وكان المشكلة من بداية الأمر، من أول خطبة خطبها الإمام الحسن سلام الله عليه وحثهم على الجهاد، لأن معاوية تحرك من وصلة أخبار قتل أمير المؤمنين وتزلزل حكومة الإمام إلى آخره. ها، عاد من جديد في لم صفوفه وجيوشه وما أوتي من قوة، وزحف بالجيوش حتى بلغ جسر منبج، وبث الرجال في الكوفة والبصرة يفسدون الأمر على الإمام الحسن سلام الله عليه، واستمال كثير ممن كانوا مع أمير المؤمنين سلام الله، اللي ضاقوا الذرع من 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 الحق، ما تحمل الحق الذي كان يمثله أمير المؤمنين، وهربوا إلى معاوية، وكثير وكثير ما يلس أنا في هذه العجالة. لاحظوا تأمل شوف. نجاشي شاعر أمير المؤمنين بصفين وهذا وجماعة هربوا إلى معاوية، عليش هربوا؟ على أن أمير المؤمنين أقام الحد على على النجاشي الشاعر لما شرب الخمر، أقام الإمام عليه الحد، جلده، قامت قيامتهم، شلون وكيف كذا وما راعتنا وما هذا وإحنا أنصارك، قال شوف أنه راحوا لمعاوية. أعطني إقلاص بس خلاص لا يطلب لنا المقام شو. فعلى كل حال، فأول تعال شوف أول خطبة خطب فيهم الإمام الحسن رحمه الله عليه، وشجعهم وحثهم على الجهاد، حيث قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله تعالى كتب الجهاد على المؤمنين وسماه كرها،
وقال لأهل الجهاد من المؤمنين ها اصبروا اصبروا فلستم تنالون ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون وإن الله مع الصابرين. وهذا معاوية لكلمات الإمام الحسن سلام الله فيكم. وهذا معاوية رأس المنافقين قد بلغ جسر منبج وأخرجه رحمكم الله إلى معسكركم بالنخيلة. يقول الرواة والمحدثون ها فسكت الناس من ذكر لهم الجهاد والقتال والتهيئ حرب معاوية. هذا لا تأمل سكتوا سكت الناس كأنما على رؤوسهم الطير ولم يتكلم أحد بكلمة ولم ينطق أحد بحرف واحد حتى قام عدي بن حاتم فقال يا سبحان الله ما أقبح هذا المقام ما أقبح هذا المقام ساكتين ألا تجيبون إمامكم وابن بنت نبيكم شنو صار أين خطباء ربيع ومضار أين ألسنتهم التي كالمخاريق أما تخافون مقت الله شنو هالأم شنو المصيبة اللي حدثت من ذكر الجهاد والتهيؤ وقال أنا معسكر بالنخيلة كأنما صابي عليهم ماء بارد هذا أول مقام وكان يعلم سلام الله عليه ما في قلوبهم من الميل إلى الدنيا واتباع الهوى واختلافهم وطبقاتهم محكمة خوارج هاي قسم هاي فيها قسم أصحاب طمع وغنائم بس هاي ما عندهم إلا هاي وقسم لا يؤثرون معاوية هم ويا لكن يؤثرون معاوية يرجعون إلى معاوية بالله لك هذا الجيش نفسه اللي كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يتمنى فراقهم ويقول ليت معاوية صارفني بكم مصارفة الدينار بالدرهم أعطيته 10 وأعطاني 1 حيث قال فيهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ها لقد ملأتم قلبي قيحة وشحنتم صدري غيظة وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا وأفسدتم علي رأي بالعصيان والخذلان هم هذا وما دودل خوارج إش كثر أتباع دنيا وهو إش كثر أتباع طمع إش كثر مما يؤثر معاوية مما شو بالله عليك شلون توحد هل اللي في أيام أمير المسلم الله على في الله عليكم سقوه الغصص ومعاوية شن الغارات على 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 على, على, على القرى الآمنة في الهدنة اللي حدثت بينه وبين أمير المؤمنين ووقف القتال لسنة يشكل معاوية قطايع من جيش 6000 4000 يغيرون على القرى الآمنة هيت والأنبار والمدائن وغير يقتلون يرهبون يبثون الرعب والدع حتى قال أمير في خطبته عليه أفضل الصلاة والسلام تواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان وهذا أخو غامد قد بلغ خيله الأنبار وقتل عامل عامل حسان وقتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها وقد بلغني أن الرجل منهم من أصحاب معاوية من جنود معاوية أن الرجل منهم يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع قلبها وحجلها وقلائدها ورعاثها لا تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام فانصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم يعني جرح ولا أريق لهم دم فلو أن امرؤا مسلما مات بعد هذا أسفا قهر من هذا اللي حدث لم يكن به ملوما عندي بل كان جدير فيا عجبا يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء على باطلهم وتفرقكم عن حقكم
وبعدين الخيانات تحدث، الخيانات الكبيرة ها من أقرب الناس الإمام الحسن عبيد الله ابن عباس اللي انهزم في أيام وعصر أمير المؤمنين لما كان والي على اليمن مخلين أمير المؤمنين، ونهزم من بصر ابن أرطات وهرب حتى عن زوجته وأولاده ما فكر فيهم، قبض عليهم بصر ابن أرطات وذبح أولاد صغار على 4 أو 5 سنين قتلهم قطع رؤوسهم، وبعدين يغري معاوية بمليون درهم ويهد قيادة الجيش ويلتحق بمعاوية، وذولين أرذال مو أشراف أهل الكوفة اللي كتبوا لمعاوية تريد نسلم لك الحسن أسير، نقدر إحنا وياه في الجيش نحدق به ونسلم إليك أسير. شو الحسن ما يسوي هالهدنة؟ حقنا لدماء الأمة وتدارك الإسلام. وبعدين شو اسمه الهجوم على الإمام الحسن سلام الله عليه وأرادوا قتله بإصابات واغتياله، وكان ما يصلي إلا داره، هجموا عليه لما شموا قالوا أوه هيك يقولون بصالح معاوية هيك يقولون ها، قالوا كفر والله الرجل كفر، وشدوا عليه هدوا عليه بقتلون في الصلاة، شدوا عليه بالسيوف لولا أن تداركه أهل بيته ودفعوا عنه، وكانوا قد سلبوا رداءه ومصلاه لولا أن أحدق به أهله بل قتلوه. وبعدين اقتالوا تلك الليلة المظلمة في صابات جراح بن سنان مدزوز من قبل معاوية، جماعة كثير تشتغل لصالح معاوية هذا جراح بن سنان، وأقبلوا في تلك الليلة المظلمة وأخذ بزمام ناقة الإمام وبيده معول فقال الله أكبر أشرقت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل، وضربه بالمعول على فخده بلغت الضربة إلى العظم وغشي على الإمام الحسن. ناس شلون 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 شوف أنت الوضع شلون، شوف الأوضاع المتدهورة، دارك الإمام بالصلح والهدنة. والإمام الممتحن المحيي للفرائض والسنن ولكأني به في مثل هذا اليوم، وقدس إلي الطاغي على يد تلك الزوجة الخبيثة فقطعوا كبده، لزم بيته سلم أمره إلى الله، انكب عليه ولده عبد الله، أبا أغممتنا ما الذي جرى عليه؟ قال بني يا نفسي التي لم أصاب بمثلها سارع وأخبره أخاه الحسين، أقبل حزين مهموم ما الذي جرى ما الذي حدث؟ قال نور عيني إن يكن الذي أتهمه فالله أشد قوة وأشد تنكيلا، أخرجوني إلى صحن الدار لعلي أنظر في ملكوت السماء. ضمه الحسين إلى صدر اعتنق، يقولون بكى يا ساعة، ثم نظر إلى أخيه الحسين قال نور عيني هذا حديث جده رسول الله صلى الله عليه وآله في وفيك، أخبرني صلى الله عليه وآله أنه ليلة المعراج قال مررت على منازل أهل الإيمان وبروضات الجنان فرأيت قصرين عاليين، لكن أحدهم من الزبرجد الأخضر والثاني من الياقوت الأحمر، فاستحسنتهما وشاقني حسن هما، قلت يا أخي جبرائيل لمن هذان القصر؟ قال أحدهما لولدك الحسن والآخر لولدك الحسين عليه السلام، قلت أخي جبرائيل لم لا يكونا على لون واحد؟
ليش أحدهم لون الزبرجد الأخضر والثاني من الياقوت الأحمر؟ يقولون فسكت جبرائيل. سألوا النبي: يا حبيبي جبرائيل لم لا تتكلم؟ قال: حياء منك يا محمد. قال: بالله إلا أخبرتني. قال: يا حبيبي يا رسول الله، أما خضرة قصر الحسن فإنه يسم ويخضر لونه عند موتك، وأما حمرة قصر الحسين فإنه يقتل يذبح ويخضب شيبه ووجهه. والك والي ألا من ساعة في مثل هذا اليوم وقد حضر أهل بيته وأولادهم وهو ينظر إليهم ودموعهم جارية. التفت لأخيه الحسين نور عيني: حسين إني مفارقك، هاي آخر ساعة وياكم، إني مفارقك ولاحق بربي، وإني لعارف بمن سقاني السم ومن أين دهيت، وأنا أخاصمه عند الله، فبحقي عليك لا تهرق في أمري ملء محجمة دما. نور عيني إذا قضيت نحبي فغسلني وحنطني واحملني على سريري إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله لأجدد به عهدا، ثم خذني إلى قبر جدتي فاطمة بنت أسد هناك بالبقيع وادفني هناك مو عند جدك، دفنونك يا نور عيني. أوالي وستعلم يا ابن أم أن القوم يظنون أنكم تريدون دفني عند جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فيجدون في منعك، فبالله أقسم عليك لا تهرق في أمري من محجمة دما. أوالي ثم أدار عيني في أولادك آخر النظرات وقال: أستودعكم الله وهو خليفتي عليكم. ثم مد يديه وأسفل رجليه وغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة. كب على أخوه الحسين حزينا كئيبا قائلا: وأخاه وحسنا. ضج أهل البيت ما جل البيت بالبكاء والنحيب. أنا منادي وإماما وحسنا يا أهل المدينة ولت الزهر اسمعوا، حتى بقبرة تصيح كبدي قط عن الصفايح يا المحبين ارفعوا. بطلع على الدنيا بشوف الصاير اليوم. أخذ الحسين في تغسيل أخيه فلما جهزه ورفعت الجنازة ضج الناس وحسنا وسيدا. خليت ودع النساء وأخوات في أمان الله أبا محمد. يا حبيبي مأجورها وشالوا الجنازة والوديعة تصيح شالوا الجنازة والوديعة تصيح بجنازة المسموم ريض يا ضيل ريض يا ابو سكن ابن عش حلو الجهام ونشرع لتابوت المشكر هالعمى وسفر الكفن عن وجهه تشوف اليته
ودعتك الله يا حسن هالسفر وإله تود النساء وياهم ودعتك الله يا حسن هالسفر ريض يا بوسكنا بجنازة حلو الأطباء وعرج بتابوت على مكسورة خل على الربا وخلنا نجدد وقف يا خويا باب قلوب النساء كان يقول لا تستعجلون لا تتعجلون شوي شوي مشوا بجنازته أولي وعرج بتابوت على مكسرة الأرض خل على الربا وخلنا نجدد وقف يا خويا دابت قلوب النساء عرج على قبر البتول ابن عشبنها ون هناك على قبر ام الزهراء عرج على قبر البتول ابن عشب وقبر يا خويا لا تحفر بعي دفنه بكترها بلكتي هون لا وين ماشي بكعبة الوفاد يحس ريض يا خويا بهل عاش قلبي ترادى جسم انتحل يا ابو علي من فراق لح مقصد الوافد حيث نورا بالثراغ ودعتك الله يا حسن هالسفر لا اوله ومصيبته واماما نعش الحسن ريضو بنعش الحسن ريضو يا حبيبي توجهها سيدها اليوم هاي تعزيتك لجدك هاوي يا عمي لاجل نعش الحسن ريضو بنعش لاجل الحزن زينب نعش الحسن ريضو بالهون في شلاتكم بالهون في تنزيل امشوا على ممشانا ولا طرحوا بنشيل امشوا على ممشانا ولا طرحوا بنشيل زينب تريد توادع زينب تريد تشيه ويا عمها زينب تريد توادع وزينب تريد لاجل عش الحسن ريضوب لاجل الحزن زين زينب تريد توادع زينب تريد تشم ريضونا عشوالي خلوا الوادي عظم وتودع أولاد قبل الأحد ما يضم لجل الحزن زينة نعش الحسن ريض لجل الحزن زينة نعش الحسن هي يا حبيبي مأجور وين راح زينب أخوة زينب وين راحوا ودلاك دفنون الحسن جوعت قبر أمهم الزهرة تصيح زينب تشتكي عند قبر أم الزهرة ها شو تقول أوالك اسمعها للقبر خرت مثل النبي أوالي تحن صيح قعد يا بتول شوفي أفعال الزم
قوم الله يعظم اجرك قطعه وكبد الحسن يا حبيبي ها قوم الله يعظم اجرك قطعه وكبد نغص عليه المعيشة ومات يا زهرة نحي وش صار ما جت الروضة وصاح من الضريح لسان حال صيح يا زينب فجعتني ومن الدمع سع تخبريني والخبر عندي أخوك الحسن شاء ووحش الدنيا عزيزي وضيع ابناء السبي ها اسمعها مهجتي ذابت يا زينب يوم ذابت مهجته وانا يم يوم طرعنا اودع لاخوته انا قاعده أنا قاعدة وياكم وأنا يم يوم طلعنا أودع لخ قولي لحسين الشهيد يمر علي بجنازة لا خلوا يجيبون عندي أول قبل دفنونه قولي لحسين الشهيد يمر علي بجنازة يهيد بنعشه حذا يا كان يبرد لي غلي أدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك محفور وأنت تريب اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي نفس أمنا واكشف كروبنا يسرنا طالبنا واقض حوائجنا حبب إلينا الهدى والإيمان بغض إلينا الفسوق والعصيان وفقنا دوما لطاعتك جنبنا معاصيك انصرنا على أنفسنا الأمار بالسوء وعلى الشيطان الغوي الرجيم فك أسرانا فك كل أسير ورد كل غريب احفظ علماءنا العاملين في شرق الأرض وغربها لا سيما سماحة الشيخ آية الله الشيخ قاسم اللهم احفظه وأيده اللهم اجعل مستقبل أيامنا خير من ماضيها اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم وعجل لوليك الفرج اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن المقاتلين بين يديه وتحت رأيته وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين ونهدي ثواب سورة الفاتحة المباركة إلى روح المرحوم السيد نسيت اسمه سيد قاسم وإلى روح زوجته وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من آبائكم وأمهاتكم نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم.